خاوتي لي دي جديدي بير. السلام عليكم، انا يا معكم كوم دابيتشيد او كوم طوليجور امكم حمايداء. ياو كيما راكم تشوفوا التو بدلت الستيل نتاعي. ياو هذيك ميستيري وكنز دي زاد داتني للمارشي يا خي، قلشتني وشريت لي هذه، قلعت لي العمامه وشريت لي هذا القلمون، هذا الشابونه هذيا، وزادت شريت لي هذا التريكو بالقلمونه، يعني كثر خيرها قلشتني غايا غايا. زادت لي هذا الجين الطايح هكا، والله نحس روحي في هاليز. تقول راني لابس، تقول راني لابس هذيك هذيك السروة العرب نتاعي. يعني من بعد شوية يعني محضر لكم السيربريز، يعني في خاطر الحسادين، الحسادين هذوك اللي يقولوا علينا احنا كوافا وكل شيء، يعني معنيناش هذيك. من بعد نعطي لكم شطحة نتاع مايكل جاكسون. هاو يعني نتعلم كيفاش نبوجي كيما هو. او وا اي دروك باغي نقدم لكم اختي افريقيه اللي جات يعني من الباديه، وما تنخالوش لك ما هضرتش بزاف على خاطرك مش مالفه يعني بصواليح هذوما. افريقيه يا افريقيه، قربي 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 يا اختي قربي. مساء الخير عليكم، خير وعافية وكسيرة بارداء. أنا يا بونيف نسكن في الريف. أنا يا عزبة وراني نحوس على رجل يكون شقاق، يكون يقول يكون شقاق كيما الجيج هذاك، الجيج تاع التريسيتي دول والجلفة اللقوات والقلم تتمشى وحميدة مسكين سرقوا له نعجاء. وكلتك زلوف يا بنت الحلوف، وخرجتي تقاقيك كي جاجا قنطاق. ان شاء الله نكون عجبتكم، واللي نعجبه حاب يزوز بيا يتصل باليوتيوب، اليوتيوب ولا وشنو هذيك الكلمة، ويتصل بالشيخ حميدة. خاوتي لي دي زيدي تيبر، غادي نشطح لكم دروك. قربي قربي تشطحي معايا قربي. خيتكم خالكم حميدة يا افريقية وغيلة ما يديش انت يا يا انا خيتك اخلاص رانا كبرنا ولينا ما قدوش انا خيتكم ولينا ما قدوش. المهم الحصينة هو انا يا بغيت يعني درت هذا الفيديو في خاطر حبيبنا اللي يحبونا بزاف، مذكور منهم ميرا لايف، شبرك دي زيد ريفوليسيون، اختي ديامس، ميني طريز، حبيبتي والعسيلة نتاعي هي تعتقد تعقل روحها، ونزيد تاني اختي هوندا، نشتيها مليح مليح مليح، وديك اختي الجوهر، جوجو هذيك اختي بزاف بزاف مسمين طويل 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 طويل. المهم الحصينة هو المهم، ونزيدو اختنا بربرية اختي موت عليك، باغي نزوج بيك يا محينك. اي السلام عليكم راديو اليوتيوبير، السلام عليكم. وفي خاطر الحسادين ثانية عادي نسيتها،
في خاطر الحسادين هذوما اللي يقولوا لنا ديروا هذا الفيديو باش تتمسخروا على الناس. ياه، عيسى السلام عليكم.